عليكم حبيباتي، ازرف الله وان شاء الله يا ربي تكونوا قاعدك لاباس. راني جبت لكم واحد الوصفه فريمون راهي روعه روعه، جربوها ما تندموش عليها. انا راني جربتها، وبالنسبه لهذوك لي فوتو اللي شفتهم في الاول، هو سي فغي يعني كان وجه تاع واحد السيده، كيفاش كان في الاول وكيفاش اصبح بعد يعني في الظرف يعني خفيف برك هكذا 15 يوم كيفاش ولا وجهها. هذيك لا فوتو راهي تاع الصح يعني ديالي انا، ماشي راح تقلبت عليها في يعني راح قلبت عليها من الانترنت ولا وحطيتها لكم، نو هي تاع واحد السيده، ونشكرها بزاف 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 اللي يعني دارت فيا الثقه وعطتها لي تانيت باش نحطها في لاشين ديالي. فريمون نشكرها بزاف بزاف هذيك السيده، نقولها يعطيك الصحه. هذه هي حبيبتي، حبيت نجي لهذيك الوصفه اللي راح نمدها لكم، ما حبيتش نبخل بها يعني الناس. بسم الله. هذه الوصفه يعني للكلف ولا اللي عندها لي طاش في وجهها ولا اللي عندها مع هذاك، كاين بزاف اللي تقول لك وجهي مع السميشه ولا يولي هكاك شغل كحل هكاك مسميشه. الوصفه هذه خاصكم ديروها كيما نعطيها لكم وبالترتيب. هذه هي الوصفه اللي راح تشوفوا يعني في 5 ايام ولا تعطي لكم يعني النتيجه بشويه شويه. 15 يوم راح تشوفوا وجهكم فغيمون ما شاء الله كيما تاع البيبي. جربوها وانتم قولوا لي. وهي الوصفه واش راح نبدا بون، اللي عندها هذوك الكلف وجهها فيه القشر ومسميشه قاعدك، تقدر تحط اموا دير، قلت لكم شاك 15 جوغ دير هذاك المقشر، مد تنحي هذاك لابول ميته كاع، خاصها تنحي هذاك لابول ميته اللي في الفيزاج تاعها هي وشنو، جست هذيك تاع القهوه شويه. نحط لكم الوصفه ومن بعد في صندوق الوصف نحطها لكم تاع القهوه، هذه كنت حطيتها ديجا القهوه مع السكر وقاعدك مقشر يعني الوجه، ديرها هذيك مو في 15 يوم باش تنحي هذيك لابو تاعها اللي ميت يعني الميته قاعدك. بالنسبه للوصفه دوك راح نبداو بسم الله واش يعني واش راح نديرو. كنت حطيت لكم ديجا هاد الوصفه وكنت حطيتها بصح اليوم قلت نحط لكم كلش يعني على خطره واش درت. هذه ديجا كنت حطيتها هذه تاع القسط الهندي، بصح اليوم نحط لكم هذه الوصفه كيما عطيتها للسيده هذيك، نعطيها لكم قاعدك على خطره واش راح ديروا. تابعوني الفيديو يعني حتى الاخر باش تفهموا. بسم الله راني بديت نحط هنايا مغرفه. انا واش نقول لكم، انا راح نحط غير شويه جست برك راح نوريكم لا غوسيت. اللي حبت تتعمل يعني دير كونتيتي كبيره تقدر دير يعني كميه كبيره باش ماشي شاك فوا تروح وتعاود تولي دير، تقدر دير كميه يعني واحد تاع خمسه يعني تاع 5 ايام ولا ديرها توجدها باش ماشي كل يوم توجدها. انا راح ندير برك يعني شغل شويه برك كما راكم تشوفوا، راح نستعملها اليوم ان شاء الله باذن الله راح نستعملها. وما بقاليش بزاف ما بقاليش بزاف القسط الهندي كما راكم تشوفوا ما بقاليش بزاف. هذه هي واش نستعمل تاني، واش نسحقوا العسل. انا كنت ديجا حطيت هذه الوصفه بصح اليوم حبيت نعطيكم كاع هذيك الطريقه يعني اللي لازم ديروها، ما حاش ديروا غير واش لازم. لازمنا مغرفه تاع العسل الحر، مغرفه تاع العسل الحر اللي على بالي بلي العسل الحر غالي بصح احنا جربناها بالعسل الحر، نضاري نقول لكم ولا ما كانش ولا ما كانش، على بالي نقدروا نديروه بالحليب ولا، بصح انا جو بريفير باش تمد النتيجه خصنا العسل الحر، خصنا العسل الحر. هايليك نخلط المكونات، تقدري تخلطي هكذا تقدري ما تزيدي لها، نزيد لها شويه برك الماء شويه ماشي حاجه هكذا باش يطلق شويه برك. هايليك هذا مكان انا درت لها برك شويه الماء باش يعني راكو تشوفوا كي تسخن هذاك العسل هذاك راح يطلق. شوف هذه هي الوصفه، راني حابه نجري باش ما يعني باش ما نبطش لا فيديو تاعي. هاليك هاوليك القسط الهندي هذاك ها هو، باش نعطيكم برك الطريقه كيفاش تستعملوا هادو قاعدك، استعملوها وقولوا لي في لي كومونتير واش
خرجت عليكم ولا لا؟ لا انا راهي مجربه وحبيت نبارطاجيها معكم. بزاف البنات تقول لك عندي مشكل تاع يعني من السميشه ولا من الكلف ولا فريمون. البنات والله ما شاء الله رجع وجهها هذيك يعني المراه هذيك فريمون رجع وجهها ما شاء الله. وشنو بصح تبعت الوصفه كيما حطيتها انا، هذه هي الوصفه ديالكم. هاي ليك، واش راح ديري؟ تنوضي الصباح تغسلي وجهك يعني عادي بأي صابون اللي عندك انتيا، يعني أي غسول اللي تغسلي به، أي غسول اللي تغسلي به انتيا. ما نقدرش نقول لك روحي ديري هذا ولا هذا، انت تقدري ديري غسول اللي حبيتي. بعد ما ديري هذاك الغسول راح تنشفي بالسربيطه وجهك، راح تابليكي هذا، راح ديريه وتخلي فيه وجهك وراح تنحيه تشليه، تغسلي مليح وجهك وتشليه. هذا ما كان، هذه هي القسط الهندي مع اسمه القسط الهندي مع العسل. هذه هي راح تابليكي في وجهكم بعد تشليه. بعد ما تشليه واش عندكم؟ عندكم كي تشلي وجهك راح تنشفي بالسربيطه ديالك، كي تنشفي ومن بعد واش تروحي ديري؟ تحكمي الزيت، زيت اللوز، نسحقوا زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر. انا كم هنا عندي جست زيت اسمه، عندي في زوج زيت الحلو، مي انا قلت لكم شوفوا تبعوني مليح باش من باش ما تديوش يعني الوصفه ماشي مليحه. الزيت الحلو والزيت زيت اللوز الحلو وزيت اللوز المر، خصنا في زوج. واش راح ديري اذا كانت عندك، كانت عندك قرعه كيما نشريو هكذا حنايا قرعات هكذا تاع الزيت، راح تعملي قد ما درتي زيت اللوز ديالك قد ما درتي زيت اللوز قد ما درتي زيت المر، يعني قد ما درتي الحلو قد ما درتي المر. انا بالنسبه لي راح نوري لكم بك الطريقه، ما هذه هي راح نوري لكم بك الطريقه. زعما انا زعما راح نخير، زعما راح ندي مغرفه كبيره زعما تاع الزيت الحلو، ها هو راح ندي مغرفه كبيره. واش درتي زيت، واش درتي الحلو، واش درتي المر؟ راح ديري قرعه واحده ديزولي هكذا، وراح نخلط معاها الزيت تاني زعما زيت المر. هاي لك وحده هكا وحده هكذا، انا جست بك راح نديرو برك هكذا، حنوري لكم بك الطريقه. هذه هي راح ندير لكم بك الطريقه، نخلطوه هكذا. وانتي اذا كانت عندك يعني قرعه هكذا مغلوقه سيميو ديريها في قرعه هكذا، تكوني خلطتي هكا شغل لا موتي هذا زيت اللوز الحلو والزيت اللوز المر، شغل تخلطي نص نص. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، اللي ما فهمتش تقول لي نزيد نفهمها. راح تحطيهم في قرعه. بعد ما تغسلي وجهك، بعد ما تغسلي وجهك من هذا من القسط الهندي راح تخليه في وجهك، تخليه 15 مينيت ولا 30 مينيت. نقول لكم بك واحد الحاجه، كاين الناس اللي عندها الحساسيه تشوف، ودي فوا تاني تلقاه انا كي درتو قرصني في وجهي شغل يقرص هكا وياكل. خليوه معليش ما تخافوش، ما حيدير لكم حتى حاجه. هذه هي راح قلت لكم، هذه خلاص كي ديروها تكونوا غسلتوا وجهكم شللتوا، ومن بعد واش ديروا؟ راح تخلطي هذه تحطيها قاعدك في وجهك، ديريها قاعدك في وجهك تخليها هذه. ما تخافيش زعما ديريها 4 سوايع 3 سوايع، ما تخافيهاش 3 سوايع 4 سوايع في النهار، ما تخافيهاش ديريها وخليها في وجهك وروحي خدمي شغلك ولا ديري واش تحبي. بصح راح هذه ديريها كل يوم يعني في 15 يوم، يعني في 15 يوم يكون ان شاء الله وجهك صفى. راح تحطيها في وجهك هذه، تخلي هذاك الزيت اللوز تخليه في وجهك، راح تقعدي به زوج سوايع، راح تقعدي به 3 سوايع، ما يهمش تخليه في وجهك ما يهمش. هذه هي طريقه. ومن بعد هذوما خلاص عملتيهم الصباح، هذوما درتيهم قاعدك الصباح. عندك العشيه ان شاء الله كي تجي ترقدي، كي تجي ترقدي على بالي كنت تقول لي شنو هذه، هذه ان شاء الله كي تجيو تروحوا ترقدوا هذه كنت حطيت لكم ديجا لاغوسه ديالو، راح نحطه لكم في وسط يعني في صندوق الوصف، حنحط لكم يعني هاد الطريقه ديالو. انا باش ما نخدمه لكمش اليوم شغل بزاف يشد لي لا فيديو. هي واش درت؟ درت غير كاس تاع ماء، نزيد نحط لكم الوصفه اللي ما فهمتهاش. ندير كاس تاع ماء بالقشور تاع التشينا، تكوني عندك قشور تاع التشينا، قشرت حبه تشينا قشرتها وحطيتها، وترمي لها مغرفه كبيره تاع زريعه الكتان. هاي ديك مغرفه كبيره تاع زريعه الكتان، خليتهم يتغلاو، تغلاو يعني مليح
خليتهم يتغلاو مليح، ومن بعد كي غير بردت شويه وطلقت شويه داك التشينه وكاعيتك درتها. هذا شغل لكم سيروم تاع فيتامين سي. هذا وشنو ديروه؟ ما ديروهش صباح، هذا قلت لكم ديروه يعني في الليل كي تروحوا ترقدوا. كي تجيو ترقدوا في الليل طابليكيها كاعيتك في وجهك، هاي لك تلقاوها شغل ثقيله، شوفوا ها هاي لك شتو راهي جايه شغل كيما الزيت. ها شوف هذه تاني تحكميها في الليل، هايلك تحكميها هكا قعيتك في الليل، شوف يتزلق هكا كيما الزيت. هذاك الجال اللي راح يطلق وقعيتك راه هي هايلك، ديريها في الليل. هذه تاع فيتامين سي، هذه فيتامين سي ما خصكمش ديروها وتخرجوا برا، هذه تخليوها غير في الليل. جميع اللي عندكم اي وصفه عندكم فيها القارص ولا التشينه ما خصكمش ديروها وتخرجوا بها برا. هذه كي تجي ترقدوا، هايلك هذه كي تجي ترقدوا وطابليكيوها في وجهكم وتروحوا ترقدوا. هذا ما كان، هذه هي الوصفه حبيبتي. ماشي كما يقولوا حاجه يعني كبيره وحاجه سهله وعندنا غير في الدار. على بالي بلي شويه بك هذا العسل الحر يعني غالي وقاعدك، بصح مليح ولا لقيتو كيفاش تدبروا امو زوج مغارف كبار. معليش راح تشد لكم يعني مو خمسي يعني فايده 5 ايام، بالك تشد لكم 15 يوم ولا يعني تقدروا تخلطوه مع الماء. هذه هي الوصفه تاع اليوم. انا كنت يعني هذه الوصفه راهي مجربه كما راكم شفتوها في لافوتو. هذيك هي المراه لافوتو ديالها كيفاش قبل ما تابليكي هذاك هذا الكاع اللي عطيت لكم قبل ما ديرو، وفي يعني في ظرف مام با 15 يوم عطات لها النتيجه. قلت لكم قست الهندي زيت اللوز الحلو مع زيت المر مخلط تخليه كما قلت لكم، وهذه السيروم هذاك فيتامين سي كل يوم قبل ما ترقدي. هذه بك باش نقول لكم بك واحد الحاجه مليحه تخليوها في الفريجيدار، باسكو سينو تخليوها على برا هذاك زريعه الكتان مع التشينه راح يمد يعني الريحه يخسر. هذه مليح ديروها داخل الفريجيدار. بالنسبه هادو تقدر تخليهم برا، هادو ما حاش يخسروا، تقدري تخليها برك هكذا. شوفي كاش بواطه هكا مغلوقه، كاش بلاره صغيره هكا مغلوقه وحطي هاديه. فريمون البنات راح تمد لكم واحد النتيجه، واش نقول لكم واو 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 ما شاء الله. هذه هي حبيبتي، ما نطولش عليكم في لا فيديو تاعي. ان شاء الله يا ربي تكونوا فهمتوني كاع واش قلت لكم، اللي ما فهمتش ولا تحط لي في لي كومونتير نزيد نفهمها ماشي مشكل. هذه هي الوصفه تاع اليوم للكلف ولا اللي عندها ليطاش ولا اللي عندها اي يعني مشكل، تقدري اي مشكل اللي عندك ما من الحب ولا سيكاتريس ولا هاديه مليحه. هاد ثلاثه خاصك ديريهم في ثلاثه، ماشي غير خاصك ديريهم في ثلاثه في هذاك النهار تبعيهم في ثلاثه، هادو ديريهم في هذاك النهار ديريهم في ثلاثه، وان شاء الله احتمد لكم النتيجه. و انتوما ما تبخلوناش بلي جام وفلي بلي كومونتير باش نزيد انا تزيدوا تشجعوني باش نزيد نجيب لكم دي فيديو واحد اخرين. وهكذا انا نحبكم بزاف ونحب كما يقولون نجيب لكم هكا لي فيديوهات. نفرح البنات كي يجوني في البريفي يسقسيوني، ونفرح كي يعطوا لي يعني النتيجه كيفاش جاتهم في وجههم وكاع. وفريمون نشكر بزاف بزاف بزاف، نعاود لا دوزيام فوا نشكر بزاف هذيك المراه اللي دارت فيا الثقه وعطتني مام لي فوتو تاعها يعني درتهم في القناه ديالي، نشكرها بزاف بزاف. وهي فرحت ومام قالت لي يعني نقول لكم واش قالت لي، مام هي قالت لي ما شاء الله اللي يشوفها في البرا ولا يقولها واو واش درتي لوجهك، فريمون وجهها ولا ما شاء الله والله ولا كيما تاع البيبي. هذيك هما لي فوتو تاع الوجه تاع هذيك المراه كيما راكو تشوفوا، هي اللي عطتهم لي قالت لي تقدري ديرهم في القناه ديالك. وانا حبيت نحطه لكم تاني باش تشوفوا يعني كيفاش كان وجهها وكيفاش ولا. هذه هي حبيباتي، انا نخليكم مع الفيديوهات واحد اخرين. باي حبيباتي.